ليش سماحة السيد تأخر في، أو الصدريين تأخروا في تشكيل الحكومة أو كذا؟ ليش يعني السيد مقتدى أول ما فاز إجا للسيد الحكيم؟ إجا السيد الحكيم، السيد الحكيم تلك الفترة كانوا يعني الإخوان في الحكم عندهم مقعد يعني. قال له أنت أخذ نصف السبعين ماتي تعال وياي. نعم. وراح للسيد العامر. صحيح. هذا يعني شنو؟ هذا يعني بالعكس هو راد يقرب يقوي الموقف الشيعي، يقوي الموقف الشيعي في كذا. ولما اتصل بالسيد المالكي أول ما اتصل به قال له أنا مرشح سيد جعفر الصدر، لأنه هو إذا كان عنده خلاف ويا المالكي وذلك الفترة كان أقرب إلى السيد هادي العامر، ليش يتصل بالمالكي؟ هذه كانت إشارات بأنه دي يفتح لك باب تعال. بس الإخوان البعض من عندنا عدة عقد وشنون وكذا وكذا، فلذلك الأمانة سماحة السيد طرق أو فتح أبواب ونطع إشارات، لكن البعض فهمه بطيء. يعني أكون توصيف أرد أتوقف عنده، أنت قلت هي معركة كانت بين الإطار وبين التيار. حقيقة للتاريخ في جانب الإطار هذه المعركة بأغلب بأعم تفصيلاتها كان يقودها السيد نور المالكي. لا أولا هي إذا كانت معركة مثل ما أسميتها. نعم نعم. فلا يتصور البعض إحنا نتكلم عن معارك عسكرية. معركة سياسية. معركة سياسية. شوف أتكلم لك بصراحة أتفلسف هذا. سمحت السيد مقتدى الصدر بفوزه وخطابه بعد الفوز وحد الخصوم. وحد الخصوم. ولذلك توحدوا كلهم وكل واحد كان له دور في مواجهة سماحة السيد، كل واحد من الإطار. وهذه مسألة مشروعة أتكلم لك بصراحة. لكن المشكلة وين؟ المشكلة أنه بعد تشكيل الحكومة وانسحاب سماحة السيد لذلك لم يبقى الإطار إطارا مثل هذه، حتى إطار ما بقى اللي كنا نتكلم به قبل شوية فقط تنسح مواقف. ولذلك اليوم خلافات كبيرة فيما بينهم من جهة وما بينهم والحكومة من جهة أخرى. وحد الخصوم. نعم. يعني ظهر هنالك كثير يعني كل قوى الإطار قيادتها لم تكن علاقات طيبة فيما بينهم، بل البعض في قوى الإطار كان أقرب إلى سماحة السيد. زين ليش توحدوا وليش السيد مقتدى عند هكذا عدد من الخصوم من الشيعة أنفسهم؟ لا لا هو الخصوم أنا ماذا أقصد لك يعني الخصوم، ومو لأنه أنا عندي موقف وياك مرات، لأنه أنا أحسن منك وأنت أحسن مني. لا لأن بدي أقول لك مرات لأنه أنا أحسن منك أو أنت أحسن مني. أي. فهذه يعني الخصوم لأنه أنا جبت أكثر منك وأنت أكثر مني. ودي أول شنو اللي يشيع؟ هو اللي يشيع بالشارع وأنت سمعتها كده وكل العراقيين إنه تحالف الثلاثة سوف يذهب بحقوق الشيعة من رئاسة الوزراء وسوف يشق الشيعة وسوف يضعف الشيعة، لذلك اشتغلوا على هذا الوتر في هذا. أكثر من ذلك إذا تذكر اشتغلوا على هذا الوتر من أجل السلطة ومن أجل الشيعة. لا هم حتى عندنا بشغل من أجل الشيعة أو في هذا الموضوع لا أنا ثبت حقيقة هي ثبتها ثبت للتاريخ هم يستخدمون الشيعة كغطاء. الجميع يتكلم من أجل مصلحته مو مصلحة شيعية ولا مصلحة عراقية.